بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. ونكمل يعني رحلتنا الصحية، ويعني اخترت لكم عنوان شو تسوي إذا فيك، وبدينا بالحلقتين الماضيتين تكلمنا عن حب الشباب، واليوم بتكلم عن أيضا مشكلة يعني جلدية شائعة وهي الإكزيما. شو تسوي إذا عندك إكزيما؟ والإكزيما صراحة من أشهر المشاكل الجلدية، ماكو قط يوم داومت بالعيادة إلا ومرت علي حالة أو حالتين أو حتى ثلاثة من الإكزيما. الإكزيما هي بس يعني خلنا نعطي بعض نقاط عنها عشان نفهمها. هي يعني من أشهر مشاكل الجلدية، وهي حالة جلدية يعني تتميز بحكة والتهابات في الجلد، وهي تصيب الجميع صراحة، تصيب الصغار الكبار، تصيب يعني الرجال النساء، تصيب الكل. الإكزيما، الإكزيما أنواع طبعا، في إكزيما بسيطة، في إكزيما ملتهبة، في إكزيما موسمية، فالإكزيما أنواع. لكن الذي يميز الإكزيما هو موضوع الحكة والإحمرار والتهيج الجلدي. وطبعا الإكزيما يعني دائما المريض لما يجي غالبا يكون عارف أنه في إكزيما، حتى يقول لك دكتور الإكزيما شابة عليه. فهي مشكلة تأتي وتروح، تأتي وتروح، نقدر نقول عنها أنها مزمنة. عند بعض الناس ممكن تبدأ عندهم منذ الصغر وتخف، وان بعض الناس ممكن ان تبدا منذ الصغر وتكمل معاهم يعني بقيه حياتهم. ليش الإكزيما موجوده؟ صراحه الطب يقول انها قد تكون لها يعني جذور جينيه، يعني العوائل اللي فيهم إكزيما ممكن خطر اصابه اطفالهم بالإكزيما تزيد. طبعا اهم شيء بالإكزيما هو طبعا اول شيء، طبعا اهم شيء بكل شيء بالطب ان تعرف ان شنو فيك. لذلك اهم شيء باي حاله طبيه انك تعرف ان انا في إكزيما. لذلك عندما تعرف الشيء تعرف شلون تتعامل معه. الإكزيما هي حالة جلدية نسميها غالبا مزمنة، لذلك لا تتوقع أن تيح عند الطبيب ويعطيك دواء وتنتهي الإكزيما، يعني خلاص ما تحوشك الإكزيما مرة ثانية. وإنما الإكزيما المشهور فيها أن تروح وتي وتروح وتي، تي متى؟ عندما تتهيج أو تأخذ الفرصة أنها تطلع. ودائما نقول يعني في هذه الحالات عند المريض الذي يعاني من الإكزيما، حاول تلاحظ شنو اللي يهيج الإكزيما عندك. أكثر الناس أو أكثر مهيج الإكزيما عند الناس هي الجفاف، الجفاف الجلدي هي أكثر مهيج الإكزيما. لذلك وهذا يعني أول قاعدة في علاج الإكزيما هي الترطيب. ودائما يعني أنا كل يعني على قولتهم بالثلاثة، رطب رطب رطب. طبعا حق اللي عنده إكزيما وحق اللي ما عنده إكزيما، من أبرز أساسيات الاهتمام بالجلد هي الترطيب. دائما رطب جلدك، لأنه احنا يعني نعيش في دولتنا الكويت او الدول الخليجيه جو حار بالصيف وجاف، ولذلك يعني موضوع جفاف الجلد وجفاف البشره هو موضوع منتشر بصوره كبيره جدا. لذلك نقول دائما الترطيب 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 هو المفتاح للتغلب والتعامل مع الإكزيما. ودائما اقول يعني الإكزيما عندما تحوش، يعني عفوا الإكزيما عندما تصيب، تحوش كلمة كويتية، خلينا نتكلم لغة عربية كثر ما نقدر. الإكزيما عندما تصيب الأطفال، من أبرز النصائح اللي أقولها حق الأمهات إن حطي عند راس طفلك برميل من أي مرطب، أي مرطب تحبينه، ما المستوصف زين الأبيض هذا عرفته من وزارة الصحة، وايد ممتاز وايد زين، وعوديه بالليل يرطب ويدهن كل جسمه وخاصة المكان اللي فيه إكزيما. دائما الإكزيما تيجي في منطقة الإيد هني ومنطقة الكوع، وبعض الناس في منطقة الركب عند المفاصل دائما تصير، أو عند ثنايا الجلد. فدائما تعودوا على هذه النصيحة، نسميها النصيحة الذهبية، رطب 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 الإكزيما. خلنا ناخذ فاصل قصير ونرد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل حول مشكلة الإكزيما التي تعتبر من يعني أكبر المشاكل الجلدية. وقلنا أن مفتاح التعامل مع الإكزيما هي الترطيب، وراح تشوفون يعني وايد أنواع من المرطبات وأنواع غالية ورخيصة، اختار مرطب مناسب ترى مو فارق. والمرطبات اللي موجودة عندنا وزارة الصحة والمحضرة هذه تعتبر رائعة جدا وممتازة جدا، بشرط
الالتزام على استخدامها. ما ينفع الياهل يرطب يوم بالاسبوع بعدين ينسى الترطيب، بعدين لما تقول الاكزيما مو قاعد تروح. يجب ان يكون الترطيب يومي وما تملون من الترطيب وتعودون الطفل على الترطيب. ثاني شيء يجب ان نحاول نثبت شنو مهيجات اخرى للاكزيما. بعض الناس بعض انواع الصابون، خاصه الصابون اللي فيه ريحه او الصابون هذا اللي يسمونه يقتل 99% وايد قوي على البشره، يجففها فيثير الاكزيما وخر عنها. بعض الناس اذا حطوا دهن العود على ايدهم بالمنطقه هذه يحوشهم اكزيما، نوخر عنها. العاملات المنزليات، العامله المنزليه لما تغسل المواعين بالصابون او صابون الغسيل يحوشهم بعض الاكزيما على ايدهم، فنقول لهم اشتروه من جلوفز. فاي شيء تلاحظ انه يوخر الاكزيما وخر عنه. طيب انت الحين وخرت عن مهيج الاكزيما وقاعد تستخدم عمليه ترطيب ولا زالت الاكزيما موجوده، الحين عاد وقت زياره الطبيب. الطبيب لما تراجع سواء طبيب العائله او طبيب الجلديه راح يفحص مكان الاكزيما وهو يقرر شنو راح تحتاج عاد زياده الى الترطيب. اغلب الناس اللي تحتاجه قد يحتاج الى كورس قصير من الكريمات الكورتيزونيه، واحنا دائما لما نقول كريم كورتيزون الناس يخافون. الكورتيزون عند الاستعمال بالطريقه الصحيحه الكريمات وبالتركيز الصحيح راح يفيدك وايد. الكورتيزون هو مضاد الالتهاب، فلما نحطه على الاكزيما الملتهبه راح يهيج المكان ويسرع في علاجه. طبعا هو الطبيب هو راح يقرر هذه اكزيما خفيفه تحتاج الى كورتيزون خفيف، او اكزيما متوسطه تحتاج الى كورتيزون متوسط، او اكزيما شديده تحتاج الى كورتيزون قوي. هو اللي يحدد. ما يصير انت بالبيت عندك كريم، يعني عندك كريم كورتيزون قوي، طفلك عمره سنه سنتين وتحط له هذا الكورتيزون القوي على وجهه. هذه من ابرز واكبر الاخطاء اللي يسوونها الناس. لا تشخص، وخاصه الاطفال لا تشخصونهم الله يرضى عليكم، وانما روحوا الى الطبيب. الطبيب هو اللي راح يعطي الكريم الكورتيزوني المناسب لك وراح يعطيه الى 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 فتره بسيطه. زاد او ناقص الطبيب اذا شاف ان في دليل على التهاب او انفكشن، يعني اذا في دليل على التهاب بكتيري او فيروسي او التهاب فطري في مكان الاكزيما، لان الجلد لما يتهيج يكون في فرصه لالتهابات اللي تصير على الاكزيما، راح يعطي مضاد حيوي سواء كان كريم او كان بالفم. زاد او ناقص الشيء الاخير وهو ممكن يعطي اذا في حكه شديده بالاكزيما ممكن يعطيك مضاد الهستامين او مضاد الحكه راح تاخذه. اغلب انواع الاكزيما راح يتم التحكم فيها من خلال هذا الكريم الكورتيزون البسيط، زاد او ناقص كريم مضاد حيوي وحبوب او شراب مضاد الحكه. لكن بعض الحالات الشديده من الاكزيما لا، طبيب الجلديه راح يضطر يعطيهم علاجات مناعيه واشياء اخرى، وهذه اشياء متخصصه، يعني قله من الناس راح ياخذونها. الشيء الزين بالاكزيما انه عند التعامل معها بطريقه صحيحه وترطيبها راح تخف وايد الى ان تنتهي باذن الله. اغلب الاطفال اللي فيهم اكزيما مع التعامل الصحيح راح كل ما يكبرون تخف عندهم الاكزيما. لذلك موضوع انه نعرف الطفل شنو فيه وما نالف وما نبطل الدرج واي كريم بالبيت نحطه على اكزيما الطفل. والشيء ايضا المهم هي ان نلاحظ شنو الاشياء اللي قاعد تهيج الاكزيما عندنا وعند اطفالنا ونوخر عنها. والشيء الثالث ما نجرب، راح تشوفون اعلانات وايد في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بالشوارع انا اشوفها ساعات الكريم المعجزه للاكزيما. ماكو شيء اسمه كريم معجزه، اغلب الكريمات اللي تنباع برا ينحط فيها تركيزات وايد كبيره من الكورتيزون ممكن ان تهدئ الاكزيما بالايام والاسابيع الاولى، بعدين راح الاكزيما تشب عليك وراح تصير المشكله بدال مشكله واحده مشكلتين، راح تصير في اكزيما وترقق بالجلد وظهور الشعيرات الدمويه ومشاكل اخرى اكبر انت في غنى عنها. لذلك الكريمات والعلاج تؤخذ فقط من غرفة الطبيب أو الأخصائي أو الاستشاري الجلدية. أتمنى توعينا على موضوع الأكزيما، الموضوع الشائع جدا، وأتمنى حلقة اليوم فادتكم واستمتعتوا فيها. على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله في نفس هذا الموعد وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. مع السلامة.